مسؤوليتنا ما بتنتهي عند باب بيتي وبيتك، بالعكس هي أهم وأكبر، بالحارة وبالمدرسة وبالجامعة وبأماكن عملنا وبكل المرافق العامة. وفكرة ترشيد الكهرباء لازم تنتقل معنا وين ما رحنا، لهيك تعوا لا ننسى دفاية الكهرباء بالشغل وقت نطلع من الغرفة. وإذا المكيف عم يبرد زيادة أو عم يسخن زيادة، الزيادة مثل النقص، منعدل درجة التكييف. الأجهزة الإلكترونية إلها عمر، منطول بعمرها إذا طفيناها وقت ما يكون إلها شغل. وللسلامة العامة إلي وإلك ولولادنا، إذا لقينا شي خط كهرباء بالشارع مكشوف، المفروض ما نسحب منه خط لهون وهنيك. هذا الشي خطر ولازم نخبر عليه الجهات المالية. وأكيد كلنا منعرف إنه سرقة الكهرباء مخالفة يعاقب عليها القانون السوري، والأهم يلي بتاخده من جيبة غيرك ما له حقك. من عندي شوي ومن عندك شوي، كلنا سوا منحافظ عليها. دير بالك عبلدك.